وكمان نوره ونهله بيعملوا نفس الحكايه، قرروا يحافظوا على صناعه الفخار ويطوروا فيها ويعملوا منها اشكال حلوه. الفخار ده حاجه جميله جدا، وانا يعني في باب الخلق صورنا اكتر من حاجه عن اهميه الفخار، وهو مهم جدا في الحياه، سواء بتستخدمه في اكل، في طبخ، في زينه، في كل حاجه. فنوره ونهله قرروا ان هم يحافظوا على هذه الصناعه اللي بتندثر، ما اعرفش ليه بتندثر، هي بتندثر. فما نلاقي شباب بيحاولوا يحيوا صناعه فدي حاجه كويسه جدا. تعالوا نشوف نوره ونهله. في يوم في قطعة مصرية في كل بيت في العالم، هو طقم الصيني، اللي هو صيني، طب ليه ما يبقاش طقم المصري؟ أنا نهلة عبد الناصر، مؤسسة براند إيلي. احنا انا واختي من 7 سنين. انا نور، انا مسؤوله اكتر عن حته الانتاج، وهي اكتر عن التسويق والخدمه العملاء. هي كلمه ايلي جايه من كلمه اختصار لكلمه الف انت، يعني احنا بنحب شخصيه الفيل ان هو اصلي، عنده نوع من الدفء والحميميه وليه علاقه بعيلته اكتر، كنا عايزين نعمل حاجه كاننا بنعمل عيله. فكره ايلي بدات من حوالي 8 سنين لان كان عندنا هوس بالحرف اليدويه وفكره الحرف اليدويه، وكنا كل ما بنسافر بره بنجيب حاجات من واحنا مسافرين معانا حاجات، واللي هو بنبقى مجبورين، الله الحاجات دي حلوه جدا، بس هو ايه ده، الله انا ممكن اعمل حاجات دي عندي هنا باقل التكاليف وباقل الامكانيات، لان احنا ارض الحرف اليدويه. بدات انزل ونشوف الحتت المناطق وكده، فصدمنا بالواقع ان الواقع ما كانش كده خالص. الواقع كان انه الناس كلها بدات توقف الحاجات دي، في سيطره تامه على المنتج الصيني على السوق، الناس كلها بطلت توقف تشتغل الشغلانه دي ويشتغل على توك توك. طبعا ده كان صدمه بالنسبه لي، لان ان احنا وقعنا في ده قوم بلاد حوالينا اللي هم المنافسين لينا. الموضوع قلب بقى مسؤوليه واحساس بالذنب، اللي هو لا يا جماعه ما هو ده اللي انا اعمله اصلا. انا ونور خريجين اعلام، انا بقى سبت كل شغل، بطلت شغل خالص وقعدت كنت بس مركزه في ايلي. مشيتي ورا الشغف بتاعك، دي حاجه انت بتحبيها فيها روح، جزء من روح كل حد، بالذات الفخار، لان انت معمول من طين، واظن ده ليه علاقه بينا ان احنا اصلا مخلوقين من طين. دي اكتر حاجه كانت واقعه عشان مفهوم الناس عنها اصلا كان محصور في حاجات معينه زي الطاجن والقله والزير. بدانا نشتغل، ننزل نشوف الورش، نشتغل مع الناس اللي بيعملوا الحاجه دي. كان اكبر عائق بالنسبه لنا كان ان انت تخليه يعمل حاجه مختلفه. والتصميمات اصلا على اساس ايه؟ الالوان اللي طالعه موضه، العالم كله بيفكر دلوقتي في انهي اتجاه. كان اسهل حاجه ان انا ابقى عندي اونلاين، وفكره ان انت تاخدي منتج كل الناس اللي في دماغهم انه ده منتج حاجه يدويه، فانا هعدي مثلا اشوف خان خليلي، اعدي ما اجي منطقه زي هنا منطقه الفسطاط او كده، تاخديه اونلاين على الانترنت. فكره ان انت تبقي موجوده وتبداي تصوري حاجتك بالشكل اللي انت شايفاه بشكل جمالي، تبداي توري الناس ايه ده. قررنا احنا نأسس ورشتنا لما لقينا ان كل المشاكل اللي بتقابليها هي جايه من ان انت عايزه تعملي نظام، فعايزه تبداي الحاجه من اولها، ان انت تبداي تعملي هي ورشه بس بنفس سيستم مصنع، فكل خطوه بيعدي عليها بتعدي على كذا حد عشان تتاكدي من جودتها وتتاكدي انها طالعه مظبوطه بالمقاسات والمواصفات اللي انت عايزاها، عشان في الاخر لما اطلع منتج بقول انا بصدره، انا مش بصدر مره وخلاص، انا المنتج ده لما هيطلع بره هيجي يتصدر هيطلب منه كميه تاني اكتر، فاقدر ان انا بتكلم بمواصفات. الاول كنا بادئين بس بالهوم اكسسوارز اللي هي التحف، الفازات، الاباجورات، ودخلنا بقى في وحدات اضاءه، وبعدين دخلنا كمان في خط انتاج اللي هو الشغل المنزلي اللي هي الاطباق والكوبايات. بقينا بنعمل منتجات بجوده عاليه جدا تسمح ان هي تدخل الفرن، غساله الاطباق، المايكرويف، وما تأثرش، وزيها زي الطبق الصيني اللي بنشتريه وبنستخدمه، ممكن طالما حافظنا عليه ما اتكسرناهوش هيقعد معانا 100 سنه مش هيتأثر، بالعكس هتبقى قطعه قيمه لانها مصنوعه بايد الانسان مش معموله بمكنه. لما نيجي نشتغل على مجموعه جديده ممكن كلنا بنقعد باختلاف المحاسب نبقى قاعدين، بس في الاخر بنبقى بنقول ان احنا لو هنعمل عايزين فكره مثلا فيها علاقه ليها علاقه بالنخل، فاحنا ازاي هنعمل ده على منتج، ونبدا بقى من هنا نشتغل على الافكار، وبعدين
نحول ده ازاي، لو هنحوله على منتج يبقى انهي منتج. القطعه دي في نظريه وراها، يعني انا بوصل فكره. يعني عندنا مثلا مجموعه اسمها الوان البشره بتعكس فكره التنوع. بالظبط، فكره ان التنوع ده هو اللي مخلي شكلنا حلو. احنا بنصدر اوريدي بس لسه بكميات قليله، علشان ان احنا عندنا هنا التكلفه عاليه، فبنشتغل ان احنا طول الوقت على قد ما احنا بنبقى مركزين على على الجوده ان احنا نقلل التكلفه، فنبدا ان شاء الله نصدر بكميات اكبر. رحله الي كمان ألذ حاجه فيها بالنسبه لي ان هي رحله ليها علاقه ان انت اصلا بتعرفي البلد دي اكتر، وبتعرفي اصلا اصل البلد نفسها، وانت كل بقى ما تروحي مكان ومنطقه ومحافظه جديده بتتخضي من قد ايه ليها خصوصيتها وقد ايه ليها ان احنا بلد غنيه. لا ان احنا اصلا شكل مبهر، يعني غير ان احنا بنعمل ورشه هنا وبنشتغل في الفخار، احنا بنشتغل في كل الخامات التانية مع ناس كتير، بس في بقى في اماكنهم. يعني مثلا في اسوان في ناس مثلا بيعملوا البساطه الأقصر، وفي حاجة اسمها الحلفة أو السيجراس اللي هو بنعمل منها باسكت، وفي الفيوم بنشتغل برضو مع الحاجات اللي هي بالخوص. بنشتغل في الإزاز مع ناس مثلا اللي بيشتغلوا بقى في الحاجات الهاند ميد مثلا في خان الخليلي وفي كذا حتة تانية. فأنت بتشتغل، يعني أنت بقولك بلدك كل حتة فيها، يعني كل محافظة عندها خامة. يعني دي حاجة تانية، يعني احنا لو عملنا خريطة كده بتاعت مصر بس في الحرف، هتلاقي في الأقصر في خشب وألباستر، وهتلاقي في مش عارفة فين في إزاز، وهتلاقي مثلا في المحلة في تكستايل اللي هي القماشة والخيوط. فلا في حتت بكل، بس اللي محتاجاه إنه ناس كتير دارسة وفاهمة تاخد الحرفة دي وتشغلها.